السلام عليكم يا شباب، مرحبا بكم في قناة جيكي هاوس. كما وعدتكم في الفيديو السابق اني ساتحدث عن مشكلة الشادو فان او الحظر المؤقت، وكذلك الحظر النهائي البرمنت فان في لعبة وورزون. طبعا عندما تروحوا الى السبورت في الاكتيفيجن موقع الاكتيفيجن ما تحصلوا شكاوي كثيره بسبب هذا المشكله. السبب الرئيسي كان لان الاكتيفيجن نزلوا نظام انتي تشيت جديد، يعني احيانا يحضر كثير من اللاعبين لاسباب تافهه. ولو ركزتوا انتم اخر فيديو اللي سويته كان سبب الحظر او سبب حظري كان الفي بي ان، اني استعملت الفي بي ان. طبعا لو تريدوا تعرفوا اكثر على اسباب الحظر المؤقت او النهائي تقدروا تروحوا الى موقعهم في السبورت على صفحه النظام او السكيورتي بوليسي. طبعا بعد تشوفوا الشرح على الحظر المؤقت اللي بيدوم من 48 ساعه الى اسبوعين او اكثر. اما بالنسبه للحظر النهائي فهو بيكون يعني نهائي، ما تقدروا تسوي اكتيفيت للاكونت مره ثانيه. كيف تعرف انت الان وانت بتلعب انك محظور مؤقتا؟ اذا شفت انك اذا ركزت انك تنتظر اللوبي الوقت طويل مثل ما حصل معي، يعني يوصل البنج الى 350 وبعدين تنتظر. بعض اللاعبين بيوصل البنج عنده الى 200، الحل الوحيد اللي حصل معه شادو بان انه ينتظر له يعني من 48 ساعة الى اسبوعين واحيانا اكثر. كيف تعرف انك حصل لك حظر نهائي؟ بتكون اول ما تدخل اللعبة تظهر لك هذه الرسالة انه تم حظرك نهائيا. طبعا الحظر النهائي ما تقدر تسوي فيه شيء. طبعا الاكتيفيشن تروحوا في صفحه السبورت حقهم انك تشيك على الشبكه، هل فيها مشاكل، بحاجه اسمها البورت فوروردنج، يعني يسرع نقل المعلومات بين كمبيوترك والسيرفر تبع اللعبه. وتقدر تشوف الصفحات اللي انا برفقها في تحت في الفيديو وتتبع الخطوات اللي بيوروك اياها. احيانا يعني تضطر انك لابد انك تسوي ابديت للدرايفرز حقك، يعني الدرايفر حق مثلا الجرافيك كارد حقك، او احيانا مثلا ويندوز يريد له تحديث، واحيانا تحتاج انك تسوي تحديث للريست للاي بي ادرس حقك والدي ان اس. طبعا في فيديوهات في القناه تشرح هذا الكلام، تقدروا تشيكوا عليها. احيانا بيكون في تطبيقات في الكمبيوتر بتتعارض مع اللعبه نفسها فيحصل الشادو بان او ما تقدر انك تبدا اللعبه. طبعا من ضمن هذه الابلكيشنز سكايب لو شغال في الباك جراوند عندك بيسوي لك هذه المشكله. طبعا انا حاولت اشياء كثيره، بعد ما حاولت هذا الكلام كله وهذه الخطوات كامله وصلت الى استنتاج انه ما فيش حل الا انك تسوي لك حساب جديد الى ان يرجع الحظر. لو انت مؤقت الى 14 يوم المفروض ان الحظر يرجع او انهم يفتحوا الحظر يعني خلال 14 يوم، بس اذا ما فتحوه ما عندك الا خيار وحيد هو انك تسوي لك حساب جديد. طبعا انا بسوي فيديو الفيديو القادم، وطبعا بوريكم في الفيديو القادم كيف تسوي حساب جديد من دون ما يحصل لك حظر. في كثير لاعبين سووا لهم حسابات جديده بس حصل لهم حظر مجرد ما بدأوا اللعب. السبب الرئيسي لأن الحظر عندما يحصل بيحصل إما على الـ IP address حقك، وأحيانا بيكون الحظر على الهاردوير حقك، يعني مثلا على الجرافيك كارد أو على السيستم نفسه، على الفيرجن حق السيستم أو المذر بورد اللي شغال عليها في كمبيوترك. أشكركم على المتابعة، لكن لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة.